السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم عبارة عن بسبوسة بواحد الكريمة خيالية البنات، كتعطيها واحد الطعم اللي هو رائع، وبالنسبة للبسبوسة كتجي هشيشة ولذيذة. وان شاء الله انا متيقنه الا جربتوا هذه البسبوسه عتنال الاعجاب ديالكم. حنا متعودين ديما اننا نعملوا بسبوسه بوحدها، وهذه الكريمه البنات كتزيدها واحد اللذه والمذاق خيالي. والى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبكم المحتوى ديالو، ما تنساونيش من اللايكات والدعوات ديالكم. يلا ندوزوا للمكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي هنحتاجو بساط كما كتلاحظوا معايا، هنحتاجو 4 البيضات، نصف كاس من السكر حبيبات، كاس معمرش من الزيت، كاس مع ماش من النصف ديالو ماء الزهر، والنصف ديالو ماء عادي ديال لاوبيني. ياغورت بنكهة الفاني، جوج ساشيات من خميرة الحلويات، جوج كؤوس ونصف من السميدة الرقيقة اللي كنعملو بها الحاجة. هنحتاجو معلقة كبيرة ديال عصير الحامض، وقشور ديال الحامضة، شوية ديال الملحة. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو باش نحضو هاد البسبوسة. كما كتلاحظو معايا كناخدو خلاط الكهربائي، كنضيفو فيه البيض، كنضيفو 4 البيضات. بالنسبة للبيض دعوة انه يكون بحارة المطبخ. هاد البسبوسة البنات صدقوني انها ساهلة، لا في طريقة التحضير ديالها وفي المكونات ديالها بساطين. فهاد الاثناء من بعد ما ضفت البيض كنضيف عليه نصف كاس من السكر حبيبات، وكنضيفو قشور ديال الحامضة، شويه ديال الملحه، كنضيفو نصف كاس فقط ديال الزيت، ونصف كاس البنات كنحتفظو به باش نعملوه السميده. باش نجح لينا هاد البسبوسه البنات، هاد النصف كنضيفو في الخليط، نصف كاس ديال الزيت ونصف كاس كنخليو جانبا، وكنزيد عليهم ياغورت بنكهه الفاني، وكاس اللي مخلط مع نصف كاس ديال ماء الزهر، ونصف كاس ديال الماء عادي، كنضيفهم على هاد المكونات وكنطابو المكونات جيدا حتى ينسجمو ليا مع بعضهم. هانتوما كتلاحظو معايا من بعد ما طابتهم جيدا البنات انسجمو ليا مع بعضهم، كناخدو اناء فاش غنكمل هاد الخلط، كنصب في هاد الخليط اللي خلط في الخلاط الكهربائي وكنخليه جانبا. فهاد الاثناء كنجيبو السميده، جوج كؤوس ونصف ديال السميده كنضيفهم في شي اناء، وكنضيف عليهم في هاد الاثناء كنضيف عليهم نصف كاس من الزيت اللي نقصنا البنات، نصف كاس ضفناه في الخليط الاول، ونصف كاس كنضيفو على السميده، وكنبقاو نلبسو هاد السميده كلها بنصف كاس ديال الزيت. كما كتلاحظوا معايا الطريقه البنات كتخلي لينا هاد البسبوسه كتجي فتيه، وكتجي كل حبه ديال السميده كتجي بوحدها، ما كتجيناش نهائيا البسبوسه ديالنا معجنه. هانتوما كتلاحظوا معايا من بعد ما بسبستها مزيان البنات هاد السميده كلها، لبستها بنصف كاس ديال الزيت. فهاد الاثناء كناخدو داك الخليط اللي خلطناه في الخلاط الكهربائي، كنضيفو نصف الكميه ديال هاد السميده كما كتلاحظوا معايا، وكندخلوها في هاد الخليط. ضروري اننا في الاول هكا نقسمو السميده، كنضيفو النصف ديالها في الاول، من بعد عاد كنضيفو النصف الثاني. من بعد ما دخلت النصف الاول كنضيف النصف الثاني كما كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه. هانتوما كتلاحظوا معايا البنات، وكنضيفو جوج طاشيات من خميره الحلويات اللي كنغابلوهم، ضروري اننا نغابلوهم باش ما يعملوش هذوك الكرايات. وكنضيفو معلقه مملوءه من عصير الحامض، كنعصرو الحامض بهذا الشكل البنات. الحامض اللي حكيناه النصف ديالو كنعصرو، النصف كنخليو جانبا لاننا باقي غنخدمو به. كنخلط هاد المكونات جيدا، طريقة ساهلة وواضحة. فهاد الأثناء كناخدو المول اللي كيدخل الفران، كندهنوه بشوية ديال الزبدة وكنرشوه بالسميدة كما كتلاحظو معايا، دهنتو جيدا بالزبدة ورشيتو بالسميدة، وفهاد الأثناء مباشرة كنكبو فيه هاد الخليط. طريقة واضحة في الفيديو سهلة. هانتوما كتلاحظو معايا من بعد ما صبيتو كله في هاد المول كندخلوه الفران. بالنسبة للفران تكون العافية متوسطة بحال أي كيكة البنات، تكون عافية مهيلة البنات، كنشعلو عليه في الأول، نخليو الفران حتى يسخن وندخلوها ونخليوها باش طيب لينا على مهل. من بعد ما كندخلو البسبوسة ديالنا البنات الفران كطيب، فهاد الأثناء كندوزو باش نحضو السيرو. بالنسبة للسيرو كنحتاجو كاس ديال السكر حبيبات، جوج كؤوس من الماء، ونصف نصف حامضة. ف
في هذه الاثناء كنضيفوا نصف حامضه البنات كنقطعوها هكا وكنحيدوا ليها العظيمات، خص ضاوي ما نخليوش ليها العظيمات ديالها، وكنضيف عليهم كاس ديال السكر حبيبات، جوج كؤوس ديال الماء، وكنحطها فوق النار على النار تكون مهيله البنات مع التحريك المستمر حتى يصبح لينا هذا الخليط بحال الشكل ديال السيره. من بعد ما كيصبح لينا الخليط على شكل ديال السيره في هذه الاثناء كنلقاو البسبوسه ديالنا بلي انها طابت، انا غنقلبها الاتجاه الثاني باش منين نوضع عليها الكريمه تجيني الكريمه مستويه. الطريقه سهله البنات، ما عماكم ان الجهه الفوقانيه هي اللي تخليه الفوق. الا كنا نعملو اي كريمه لا سواء الطورطه سواء هكا البسبوسه نعملو ليها الكريمه، خصنا ضروري اننا نقلبوها باش تعطينا الشكل ديالها زوين وتجينا الكريمه منين نصبوها مستويه. فهاد الاثناء كنمسحوا داك كنمسحوا المول ديالنا البنات من السميده باش ما يبقاش هذاك الجوانب توسخ لينا ديك السميده توسخ لينا الكريمه ديالنا. انا مسحتو عن الضو بهذا الشكل، وكناخذوا السيو اللي عملنا البنات. بالنسبه للسيو خليته انا كيغلي، فاش صفيتو لقيت فيه كاس ونصف ديال الماء. حنا عملنا جوج كؤوس ولكن لانه كنخليو حتى يسمح لينا السيرو كيسمح لينا عقد، كيبقى لينا كاس ونصف ديال السيرو. كنسقيو به البسبوسه ديالنا جيدا هذا كاس ونصف، كنسقيو به البسبوسه ونخليوها جانبا وندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه نحتاجو كما كتلاحظوا معايا نحتاجو نصف اطو ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر حبيبات، جوج ياغورت طبيعي، جوج معالق ديال كريم باتيسيه، وثلاثة د الجبن، وصاشي من الفانيا. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. كناخدو كاسرونة كنضيفو فيها نصف إطو ديال الحليب، جوج ملاعق يكونوا مملوءين جيدا البنات من كريم باتيسيه، جوج ملاعق من السكر حبيبات أو على حساب الذوق، نتوما كتفضلو الحلاوة زيدو الحلاوة، أنا جاتني هي هاديك في الحلاوة. كنضيف صاشي من الفاني، كنخلط هاد المكونات جيدا وكنحطوهم فوق النار. بالنسبة ضروري أننا نخلطوهم حتى تدوب لينا هاد الكريمة عاد نضيفوها فوق النار. فهاد الاثناء من بعد ما ضفتها فوق النار كنبقاو مستمرين في التحاك، ما نغفلوش عليها البنات ولا نبعدوه عليها، خصنا ضروري اننا نبقاو مستمرين في التحاك هكا باش ما تحرق ليناش نهائيا هاد الكريمه من التحت. نبقى مستمره في التحاك حتى تعقد ليا هاد الكريمه جيدا. من بعد ما عقدت ليا الكريمه كنحيدوها من فوق النار كما كتلاحظوا معايا، من بعد كتعمل معايا هاد الفقاعات صافي كنحيدوها من فوق النار، وكنضيف عليها ثلاثه د الجبن مثلث. ممكن البنات انكم تستغناو نهائيا على هذا الجبن المثلث، ماشي ضروري لان ما كيزيد ليناش لا ما دق لا حتى حاجه، ممكن انكم تستغناو عليه. جربتها بلا جبنه البنات مثلث ولكن عطاتني نتائج بحال بحال، ممكن تستغناو عليه ما تضيفوش. فهاد الاثناء كنزيد عليه هما البنات جوج ياغورت طبيعي وكنخلطو جيدا كما كتلاحظوا معايا. من بعد ما خلطتهم جيدا كنصبهم فوق هاد البسبوسه، ضروري اننا نصفيو لان دوك الجبن المثلث البنات عمل ليا كرويات صغار، ممكن تستغناو عليه. عاد تستغناو عليه البنات الا ما كانش عندكم نتوما داك الجبن ديال الدهن اللي كيكون سائل، تستغناو على هذا الجبن المثلث. هانتوما كتلاحظوا معايا من بعد ما عمل ليا دوك الكرويات حاولت انني نصفي بهذه الطريقه. فهاد الاثناء كنخليوها واحد شويه فوق سطح العمل وكندخلها للثلاجة. من بعد ما كتبات في الثلاجة ممكن البنات تخليوها حتى ليله كامله باش ما بعدت لينا الطورطه كتجينا زوينه واحسن في المذاق وكتقبط راسها بزاف. كناخذوا سكين كندوزو هكا على الجوانب باش نتاكدوا ان البسبوسه ديالنا غير لاصقه. هانتوما كتلاحظوا معايا من بعد ما حيدت ليها الاطار كنقدمها في طبق ديال التقديم وكناخذوا هكا. بالنسبه للزين كيبقى على حسب الاختيار، انا خديت شويه ديال اللوز افيلي حمرته شويه في الفران وكنعملو هكا من الجوانب. ممكن انكم تستغناو عليها البنات وديو تزين على حسب الاختيار ديالكم، ممكن انكم تعملوا الصلصه ديال الشوكولات، ممكن البنات تعملوا الصلصه ديال الشوكولاتة وتعملوها من الفوق. انا زينتها هكا تزيين خفيف، زينتها بالواد البلدي وزينتها هكا باللوز افيلي. وانتم كما كنقول لكم ديما البنات على حساب الجهد ديالكم وعلى حساب الحاجه المتوفره عندكم في البيت. فهاد الاثناء كما عودتكم ديما نقسم معكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. هانتوما كتلاحظوا معايا كيجي الشكل ديالها رائع البنات، وخصوصا ان المذاق كيجي احسن ولذيذه بزاف. وكنعتذر البنات على الصوت ديالي لانني مريضه شويه، ولكن بغيت نشارك معكم الطورطه وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها لوليداتكم، ولما لا تجربوها للضيوف هكا لانها كتجي في المنظر ديالها راقيه، كتصلح للضيوف وكتصلح لوليداتنا هكا والاعياد الميلاد الاماله.
او الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبكم المحتوى ديالو ما تنساونيش من الدعوات ديالكم واللايكات ديالكم وتشاركوا في القناة باش هكا ديما توصلوا بالجديد. السلام عليكم.